ASAP. اسمع حاتم قبيلة تذكر وقتها انت تحكي على المذهبات العقل والمخربقات والعباد اللي ديما شيخة وكل تعرف شكون ذكرت؟ ذكرت اللي لازم اليوم نحط منصف المرزوقي في الكرونيك بتاعي. واو باش يسبق عداد منصف. باش جوستومون باش نبداو ما خيرش من عدنان منصف اللي هو منصف مرزوقي جونيور. باش نيسف نيسف مرزوقي صغير. ما خيرش من عدنان منصف باش نبداو الكرونيك بتاعنا اليوم على في هو تعدى في شمس فيم يحكي على قانون المصالحة على المظاهرات اللي بيصير في قانون المصالحة. تراس لوموس يعني كانت في نهاية الأمر ماهيش الوقفة اللي تخوف أو اللي تزعج لو كانت الأمور تتم بطريقة عادية. تصرف مجرد دونك بالنسبة لي هو المظاهرات حاجة ما تخوفش وما فماش علاش فماش علاش. دونك أبارامون نسي مسيرة 9 فريل في وقت الترويكا نسي برشا مسيرات أخرين اللي كلينا فيهم برشا خبط اللي كليوا فيهم برشا عباد خبط. وقت اللي رئيس حزب حراك شعب المواطنين دار عمري ما فهمت أنا حراك شعب المواطنين علاش يخفهم شعب متكون من حاجة أخرى أبار مواطنين حراك يمكن معلش شعب المواطنين يعني نجم يكون متكون من عليلش اي نجم لا برشا يكون معناها فما جمود وحراك ونعرفش بي دونك هو بيسكو نيسي شنو هو صار يمكن كاتب العام واحد فوالا دونك هو توا الكوندان تصرف تاع وزارة الداخلية تراه ورينا سلوم تصرف وزارة الداخلية مع المحتجين المسالمين الحضاريين كان تصرف وحشي تصرف وحشي تصرف وحشي على خاطر ضربوا العبيد في ساحة محمد علي وعلى خاطر ناويين يضربوهم ناويين يمنعهم التظاهر أطروهم فما ألف أمني ألف بوليس بو. أول مرة بشتير في واتساب ملي بديت من رمضان التوى بش نشكر عبد على تصريح قال في الترويكا لم يخطر ببال أحد أنه من أجل قانون الطوارئ يمنع الناس من التظاهر بطريقة سلمية وبطريقة حضارية وبطريقة يظهر لي غلط في الاكستري في المهم مانيش باش نشكرو خاطر من الاول خممت لي من فضلك ما واش قال واش قال هو خاطر قال في الترويكا عمرنا ما خممنا باش نضربوا عبيد ولا باش نمنعوا عبيد من التظاهر وكل شيء الوغ كو يمكن الامن وحده معناها كي الامن وحده من راسه شيء يكثر عليه انت شور للامن وحده من راسه يكثر عليه الشيء ما فماش عبيد قاعده تشجع ولا تحرض على الحاجات هذه تذكركم في تصريح نتاع منصف المرزوقي سليم حط لنا الخامس مش الرابع أولئك المغفلين ذلك المغفل ذلك المغفل الذي اسمه المنصف المرزوقي اللي جاينا بأفكار وكذا انظروا لذلك كذا انظروا ماذا فعلوا بهم وأنا ذاك أنا أخشى ما أخشى أنه أنا ذاك سيواجهون المقاصب والمشامر ولا دونك يظهر لي هذه تلخص الفكرة اللي عند عدنان منصر وحرك شعب المواطنين والعبيد اللي تبعوهم الكل برابور للعبيد اللي تعرضهم واللي عندها فكرة ما هيش فكرتهم هو أحمد الصديق معناها قال الجمعة اللي فاتت لأول جمعة هذه قال نحن نتحصروا على زمان الترويكا خاطر كنا نتظاهروا برغم اللي صار الكل مش بالمنع وبالقساوة اللي قاعدين نراو فيها تو وي انا معاك جبهه شعبيه فينون دو جبهه شعبيه معناها سي ميراكولو معناها معاك علاش انا كملت بالاكستري هذا خاطر حبيت نعمل الكومباريزون ما بينات اللي قاعد يصير الايامات واللي قاعد واللي كان يصير وقتها اللي كنا نخرجوا للشارع صحيح وكانت العباد تتظاهر وكانت تتم بالالاف في مظاهرات وكل شيء اما يصير كمان ضرب ويصير كمان العنف وفما عبيد اما ما فماش منع ومعناها وشادين صحيح في المنع جوستومون الحاجه اللي تقلق توا اللي هما افيك توت لا بريتونسيون دو موند معناها حاسبين رواحهم اعلى من العباد الكل يجيك يقول لك ما فماش مظاهره وما تحكيش معايا جمله ويخلق لك قانون طوارئ اللي ما عنده حتى علاقه بال يقول لك فما ريسك ارهابي فوالا مانيش باش نكذب ولا باش نصحوا عدنان منصر هو اللي باش يكذب في الاكسري الرابع سلوم اللي نعيشه اليوم هو التهديد بقانون الطوارئ لقتل اي نفس حر وهذا قلناه من نهار فوالا دونك هذا الراي العام العبيد اللي متفاهمين عليه العبيد الكل في الشارع اللي يقول لك قانون الطوارئ هذا بريتكس باش العبيد ما تخرجش في المظاهره واللي ما فماش في الحقيقه تهديدات هذه مش كلامي انا هذا الكلام اللي قاعد يدور في الشارع واللي يقصد فيه عدنان منصر توا كيتكلم هو توا لوجيكمون معناها هل عمل ارهابي في مظاهره معناها تندد بقانون المصالحه معناها شنو هو الانتريم تاع الارهاب باش يضرب المسيره هذه معناه كان يضرب الارهاب مسيره هذه سوف يعجلون كما يقولوا الارهابيين ضد قانون المصالحه معناه الارهابيين معاه لا كان مش يضربوا المسيره معناه الارهابيين مع قانون المصالحه هذه اون لوجيك اخرى
اما تعرف انت تو كي جبت الحكايه هذه ذكرت الستاتيو نتاعك نتاع البارح نتاع كيفاش علاش ما يخليهمش يعملوا المظاهره وبعد يحصلوا الارهابيين ويحصلوا لهم 1000 بوليس. اما بون مانيش باش نعطيك افكار تو مانيش باش نعطي افكار للارهابيين اللي قاعدين يخرجوا اما جيماجين اللي فما برشا حلول باش اما زاد فما برشا ناس اللي كانت باش تمشي للمسيره خافوا ماهمش ماشيين زاد سيتي اوسي بوتيتر لي في هذاك ريشيرشي فما حاجه اخرى علاش يقولوا لهم ما تتظاهروش ل 12 ما تنجموا ل 14 هذا حاجة أخرى معناها يقللوا أجلو للدليل الدات ديكسبيراسيون تاع القنابل تفوت راهو التريز توفى يوفيو برشا برشا حاجات ميستيريوز في القانون هذايا بون نتمناو اللي حتى كان باش تصير بون باش تصير هي المسيرة نتمناو ما تكونش عنيفة وتكون تحافظ على السلمية حتى محسن مرزوق يتمنى اللي هي ما تكونش عنيفة لا لا قالك ما تلزونيش للعنف لا لا ما بون هاني ظلي كان يأطروها لألف أمني معناها يمكن تعدى بأخف الأضرار بي نمشيو